أيها السادة، نودع اليوم بطل من أبطال هذه المدينة، مدينة غريان. نعزي أنفسنا ونعزي أهلنا ونعزي كافة الشعب الليبي بهذا الفقيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته. الكلمة الآن للعقيد خليفة، ممثل عن السلاح الجوي العربي الليبي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة كل من كان على متن الطائرة العمودية مي 17 الخاصة بالإسعاف الجوي، والتي كان يقودها الطيار البطل محفوظ صابر فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. يتقدم المجلس البلدي غريان وكافة العاملين به بأحر التعازي في فقيد الوطن الشهيد إن شاء الله محفوظ صابر فرج عقيد طيار، الذي وفاه الأجل المحتوم غدرا إثر استهداف طائرته وزملائه، وطالبين المولى عز وجل أن يغفر للشهيد ورفاقه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. بيان المجلس البلدي والحراك الشعبي ومؤسسة المعتقلين غريان والمنظمة الوطنية لحقوق المحاربين القدامى بخصوص سقوط الطائرة المروحية على شواطئ منطقة المايا، والتي استهدفت من قبل العصابات الإجرامية لما يسمى بجيش القبائل، وراح ضحيتها العديد من الشهداء المدنيين والعسكريين. لله درك يا عنقاء، يا مدينة الشهداء وموطن الرجال الشجعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد ركاب الطائرة المروحية التي استهدفت من قبل العصابات الإجرامية لما يسمى بجيش القبائل صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2015، بينما كانت تقل مجموعة من الركاب المدنيين والعسكريين إثناء عودتها من مدينة سرمان إلى مدينة طرابلس، حيث تعرضت لنيران كثيفة أدت إلى سقوطها بالقرب من شواطئ منطقة المايا واستشهاد كل ركابها وجلهم من مدينة العنقاء الزاوية، ومن مدينة العجلات وسوق الجمعة ومدينة غريان وتاجورا. وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بأحر التعازي القلبية لأسر الشهداء وتوارنا البواسل ورئاسة أركان الجيش الليبي وأهلنا الشرفاء بوطننا الحبيب، في استشهاد أبطالنا الذين راحوا ضحية هذا العمل الجبان الغادر والمجرم والمجرم عرفا وقانونا. وإذ نستمطر على أرواحهم الطاهرة شآبيب الرحمة والمغفرة، نسأل الله تعالى القدير أن يكرم نزلهم ومثواهم وأن يسكنهم فسيح جناته مع الحبيب المصطفى والشهداء والصالحين، وأن يلهم آلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله درك يا مدينة العلقاء، كم من شهيد وشهيد قدمت فداء لهذا الوطن، وكم ستعانين وتعانين من أيادي الغدر. وإذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل السافر، نحمل العصابات المجرمة التابعة لما يسمى بجيش القبائل التي تعمل جاهدة لزعزعة الأمن والاستقرار في كافة مدن الحبيبة وتأجيج نار الفتنة والصراع بين أبناء المنطقة الغربية، وكذلك كل الجهات التي كانت وراء الهدن المسؤولية الكاملة عن الفاجعة المؤلمة وهذا المصاب الجلل وعما يحدث من انتهاكات وخروقات. ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية أن تأخذ موقفا حازما وصارما وخطوات فورية، وأن تتحمل مسؤولياتها حيال ما يحدث من خروقات للمدنيين، من خروقات وانتهاكات للهدن والقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية،
وقوانين الطيران والتعرض للمدنيين وما قد يحدث من سلبيات جراء ذلك، وأهمها عرقلة الحوار الوطني وكل المسارات السلمية والمصالحة الوطنية الشاملة وتهديد الأمن والسلم الدولي والاحتكام للغة السلاح من جديد. كما نطالب المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بتحمل مسؤولياتها تجاه ما حدث وما قد يحدث واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة وعلى وجه السرعة للتصدي لهذه الفئة الباغية المجرمة والخارجة عن القانون واجتثاثها من على وجه الأرض إحقاقا للحق وبسط الأمن والأمان والاستقرار والتعايش السلمي بين الإخوة في كافة ربوع وطننا الحبيب. ونتمنى على كافة المدن الليبية الحرة إعلان حالة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام وتنكيس العلم تضامن مع أسر الشهداء واستنكارا لهذا العمل السافر. وستبقى 17 فبراير شامخة مجيدة ولن ننسى دماء الشهداء. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وعاشت ليبيا حرة آمنة موحدة ترفرف عليها راية السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دم الشهداء. ويعني ادعوا بجمع اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. هاتها يعني. الله أكبر.